Shada FM, la radio que j'aime. دكتور محمد أحسين عطانا وصفة بالنسبة للسيدات اللي باغين يزيدوا الوزن ديالهم، كيف كنقولوا يبنيوا العضلات ديالهم بشكل أحسن يعني. وكاين الناس اللي كيبغوا وصفة طبيعية يكونوا فيها مكونات اللي ربما سريعة باش أننا دغيا نزيدوا في الوزن ديالنا. معك دكتور محمد أحسين، بغيت نعرف معك، أعطينا في الأول تغذية سليمة من الصباح حتى الليل، أشنو خاصنا ناكلوا في الصباح مع 8، وقسمتي الوجبات 8 ل 10 12 عاودوا ثاني 2 4 و 8، الوجبات اللي هي كلها غنية وفيها مكونات اللي هي كثيرة، بحال مثلا غناخذوا اللحم، الحوت، غناخذوا الفرماج، غناخذوا المشتقات ديال الحليب، مجموعة من الأمور. لكن المستمع حتى هما عندهم حق، يعني شفنا الوصفة الأولى ديال زيادة الوزن، كاينه سيدات البات وصفة لإنقاص الوزن، اجي نعطيوها للمستمعين بطبيعة الحال لأن طلباتهم أوامر ولا لا. مرحبا. اجي نعطيو وصفة اللي تكون سريعة باش أن الإنسان إلا بغى يزيد في الوزن ديالو ويقاد لاطاي ديالو. مرحبا. أول المحطة الثانية ممكن كذلك نقدموها كهدية للمستمعين الكرام والمشاهدين الكرام. نعم. هو أنه في الوقتان اللي غناكل عندي واحد الخمسة الوجبات في اليوم. هادو الناس اللي باغين يزيدوا في الوزن ديالهم ياخذوا خمسة الوجبات في اليوم، ما يطيحش على خمسة الوجبات. نعم. في اليوم، ثم من بعد كل وجبة غادي ياخذ ما يسمى ب لا لوفور دو بيير افيك سيلينيوم، هي خميرة خميرة البيرة بالسيلينيوم. كناخذ وحدة من بعد الفطور، وحدة من بعد الغداء، وحدة من بعد العشاء. نعم. قلنا خمسة الوجبات في اليوم، ثم غناخذ معها نص معلقة صغيرة ديال الحلبة. أولا كاين دابا دي كومبريمي ديال الحلبة، كناخذ كومبريمي في الصباح وكومبريمي في الغداء وكومبريمي في العشاء. ديال الحلبة مدقوقة؟ مصوبة دابا كومبريمي، كاينة كومبريمي. إلا كانت مدقوقة كياخذ نص معلقة صغيرة. نعم. باش هذه طريقة سريعة وطريقة في متناول اللي عنده واللي ما عندوش. نعم. حنا قبيلة تكلمنا على الناس اللي باغي يبني الصحة ديالو على أسس متينة بديك الطريقة. أما دابا باش نفتحوا المجال مساكن كان شي وحدين اللي ما عندوش الامكانيات، هذه طريقه وهذه وسيله من الوسائل. نعم. ياخذ خمسه الوجبات في النهار ديالو والحلبه ولا لوفور دو بيير، ثم من بعد غيلقى يبقى يعبر راسو في النهار الاول، ويعبر راسو في الاسبوع الاول، ويعبر. نعم. راسو في الشهر الاول. دونك النهار الاول والاسبوع والشهر هذو كيعطوني الميزه ديال التفاعل ديال الجسم ديال الانسان مع داكشي اللي كياكل. الى من بعد شهر لقى راسو بان داكشي اللي كيزيد قليل، كان ندوبلي لا دوز، كنولي ناخذ جوج ديال لي لوفور دو بيير وكناخذ معلقه صغيره ديال الحلبه. نعم. ويستحيل انه الى خدا خمسه ديال الوجبات زائد هذا الشيء اللي قلنا انه ما يزيدش في الوزن ديالو. والا كان عنده ما زادش، عرف بان عنده خلل للجسم كيصحو. نعم. عاد كيفكر في انه يزيد في الوزن ديالو. يعني اذا خصو يصحح الخلل اللي كاين فيه، غير المده اللي غادي يبان فيها النتيجه. صح. نعم. عندنا شهر هو يعني ماشي التجربه الاولى ولا الثالثه ولا هذا. الحمد لله دابا ولات عندنا امكانيه ديال اننا نعرفوا منين جاي الخلل ديال اعاده البناء ديال الجسم ديال الانسان. هذه الوصفه الوحيده اللي كاينه ولا كاين وصفات اخرى بالنسبه للزياده في الوزن؟ نعم. بالنسبه للزياده في الوزن دائما الا بغى الانسان يحيد التفكير من راسه، ياخذ يمشي لجوجل ويشوف داك الاشياء اللي كياكل في اليوم ديالو. مثلا كناكل انا غير الخبز واتاي. نعم. مثلا غناخذ داك الخبز واتاي وغنشوف شحال الاتاي فيه ديال لي كالوري وشحال الخبز فيه ديال لي كالوري، وخصني ندخل الدات ديالي 2500 كالوري. نعم. لما غادي غيدير عمليه حسابيه ويدخلها ويلقى راسو بانه الوزن ديالو غادي يتزاد بهكا. نعم. واضح. دابا نبداو الناس اللي باغيين ينقصوا من الوزن، حيت راه كل واحد علاش كيقلب. الناس اللي عندهم ربما وزن شويه زايد على حساب العمر ديالهم وعلى حساب الطول ديالهم، واش كاينه وصفه اللي كاين جوج ديال الوصفات في هذه القضيه هذه؟ كاين كل اللي بغيتي. كل اللي بغيتي مزيانه هاد كل اللي بغيتي صار. ولكن مع السبعه العشيه تحبس. السبعه العشيه غتاكل ليا تفاحه وخياره، هذه غتطلب مده طويله باش انك تطيح في الوزن ديالك. انا كنقول لك ما تحيد ما تحرمش راسك تمشي حاجه. هي فعلا المشكل اللي كيوقع هو ان الناس كيديروا ريجيم قاسي الدايت ديالهم، كيحرموا راسهم بزاف الحوايج، منين كيتوحشوا داكشي كيوليو ياكلوه بكثره، دونك ما كيبان لهم حتى شي نتيجه. نعم. يعني دابا يطمنوا ياكلوا كلشي. دابا ياكل كلشي ولكن يوقف الماكله ديالو مع السبعه د العشيه وياكل فيها تفاحه وخياره، ومن بعد يبقى يشرب غير الماء. نعم.
وهذه كما قلت لكم غيشوف راسه بان الوزن ديالو كيتقاد وبلا بلا نعم. بلا ما يتمرد. ولكن كاينه دكتور محمد حسين ديال كل ما بغيتي، ولكن الا جينا نتكلموا على عاداتنا الغذائيه الان وفي ظل هذه السرعه اللي كاين، كيمشيو الوجبات لفاست فود او الوجبات اللي هي سريعه. ملي كتقولي انا مثلا جميله كل اللي بغيتي جاي المحطه الثانيه ملي ناكل خاطرش كناكل غنعطيكم دابا خليو غنعطيكم محطات متعدده. كاينه المحطه الثانيه اللي هي سريعه شويه، كاينه اللي غتاخذي كيلو لا روب ديال الكيوي وكيلو لا روب ديال الاناناس، هي غتعطيك كيلو ونص، نص كيلو في الفطور، نص كيلو في الغداء، ونص كيلو في العشاء. ممتاز. هادو. وإلا جاك الجوع كتاخذ يا إما خيارة وتفاحة باش كتشد بهم الجوع ديالك. كاينة الطريقة الأخرى. غنمشيو بالطريقة الأخرى غير نتوقفوا على الطريقة ديال الكيوي والأناناس. نعم. فعلا هما ممتازين، وأنا كنت خديتها من عندك دكتور محمد أحسين، فعلا كينقصوا الوزن بواحد الشكل اللي هو رائع جدا. غير هو ربما المشكل اللي أنا كنت لقيت في الكيوي والأناناس مثلا، أن إلا عصرتي الكيوي والأناناس كنعرفوهم مادة اللي دغيا كتأكسد. أيوة. يعني هنا كيفاش يمكن لينا نعصروا مثلا الكيوي والأناناس ونقدروا نشربوه في النهار كامل من غير ما نمشيو للأكسدة ديالو؟ انا شنو كنفضل كنقول لهذاك السيد اللي غيبدا التجربه ديالو بهذا الامر هذا، يشوف بعدا شحال الوزن ديالو كيطيح. فمثلا ما كنشوف هذاك السيد اللي قال لي انا طيحت كيلو 300 غرام، او انا لما طيحت كيلو كيعطيني سميتو كما كيقولوا شغف وامكانيه ديال ان بما انه كيمشي كيلو ما كاين مشكل داكشي اللي غنخسر على 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 صحتي في ديك القضيه هذه. وكنولي السؤال اللي كيتطرح ليا هو اللي قالت ليا الاخ جميله، هو انه في الوقيته اللي غادي نصاوب هذا وتاكسد ليا، كنولي ماشي ما استفدتش، وضعت في ماديا في ذاك الامر هذا. طيب سؤال بالنسبه لهاد العصائر كلها اللي كتعرض للتاكسد، واش ملي كتعرض للتاكسد كيمشي ليها المنافع ديالها، او غير فقط كاين الناس اللي ما كيقدروش يشربوها بذاك اللون هذا؟ لا، هي اللي تاكسدات كتولي خطيره، اللون الرائحه والمذاق كتولي خطيره حتى هي. يعني الحاجه وضيور، حنا شنو دائما كنقولوا بان الحاجه اللي كتكون تاكسدات ودخلت للذات ممكن تشكل خطوره على الصحه ديال الانسان. اذا بمجرد ما نشوف بان عندي الماده كتاكسد خصني نشوف مضاد الاكسده ديالها. نعم. فشنو كندير؟ كنشد الاناناس والكيوي وكنقردهم على شكل شلاضه. اوليو باش يكون عندي عصير كنقردو على شكل شلاضه باش ناخذ حتى لي فيبر ديالو نستافد منهم. نعم. وكنغطسهم في واحد الصحن اللي يكون فيه العصير ديال الليمون او لا العصير ديال الحامض. على حساب عاوتاني لو غو ديالك انتيا، كاين اللي كيعجبو يديروا مع الحامض وكاين اللي كيديروا مع هذا لا مع الليمون. فإلا درتيه مع الليمون ولا الحامض ما كيتاكسدش الليل كامل. وغناخذ هذاك العصير كما كيقول سلاد ديال الاناناس والكيوي، كناخذو وكناخذ نص كيلو في الفطور ونص كيلو في الغداء ونص كيلو في العشاء بدون ما يتاكسد ليا. ممتاز. ثم في الوقيته كما قلت لك الا جاني الجوع ما بين هذه الفترات هذو، دائما يكون حدايا الخيار ويكون حدايا التفاح. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الحاله اللي جاتني اللي قال كان يلاه كتمشي ليا 300 غرام، نكون لا بليبار ديال عباد الله اللي غيجيوني كما جاوني قال لك ودي ما بين كيلو وما بين كيلو 300. فالا هذا الا مشيت بهذه الطريقه هذه ممكن انني نوصل حتى الوزن اللي انا محتاج ليه. يعني اللي نفهم هو ماشي بحال زياده في الوزن، زياده في الوزن عطينا يعني برنامج وحتى وصفه ملي عطيتي الفيغ دو بيغ والحلبه. بالنسبه لانقاص الوزن هو كيبقى دائما برنامج اللي خاص الواحد يتابعه باش ينقص الوزن ديالو، ما كاينش وصفه ملموسه هكا اللي يقدر يحضرها ويتناولها باش هي تساعده باش ينقص هي الوصفه اللي غادي نتكلموا عليها على تنقيه الذات، راه بوحدها كطيح في سميتو في الوزن ديال الانسان. هذيك ديال تنقيه الذات هي اللي غناخذوها كوصفه لتنقيه الذات او ميم طو لازاله السموم وازاله الدهون اللي كاينه في الجسم ديال الانسان. شادا اف ام لا راديو كو جيم.